بكم من جديد، مكملين مع برنامج على الموعد. قبل الفاصل كنت مع الأخبار الرياضية مع روني، وطبعا الرياضة راح تكون أيضا في بعد قليل مع علاء، وتمارين رياضية جديدة لحلقة هذا المساء. أيضا مع جعفر كنا مع فقرة سينمائية مع ضيفه، ومع سينما نكملوا مع مهرجان الدوحة السينمائي الرابع تريبيكا، والحفل الخاص بالإعلان عن الأفلام الفائزة في مسابقة الأفلام العربية. في بداية الحلقة أنا قلت أنه هو وصل دورته الثانية، والآن عندي معلومة أنه هو الدورة الرابعة. لازم نتأكد المعلومة. أنا اليوم ولا شيء ضابط معي، بس أنت لو في كونكشن تأكد لي هو الرابعة. خلاص أكيد هو الدورة الرابعة. أوكي، لكن كانت غلطة مطبعية في بداية الحلقة. ما زال قرطاج صار 41 طبيعي، يعني هو كبرته وهيدا صغرته سنتين. شباب عمل ليفتينج. فإذا الدورة الرابعة وحفل الاختتام كان مساء أمس، وهذا التقرير جاينا طازة من قطر، من الدوحة والعاصمة القطرية، وإليكم إذن هذا التقرير، تفضلوا. أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الرابعة من مهرجان تريبيكا السينمائي عن أسماء الفائزين بمسابقة الأفلام العربية، ونال المخرج نبيل عيوش جائزة أفضل مخرج أفلام روائية عربية عن فيلمه يا خيل الله كأفضل صانع فيلم روائي. ونال فيلم التائب من الجزائر وفرنسا للمخرج مرزاق علواش جائزة أفضل فيلم روائي عربي عن فئة الأفلام العربية الروائية الطويلة، فيما اعتبرت الفنانة هند صبري رئيسة لجنة التحكيم في فئة الأفلام العربية الروائية الطويلة في المهرجان بأن فيلم التائب خلق شحنة قوية ومتنوعة من المشاعر بأسلوب دقيق في معالجة شخصيات مركبة. ولفتت صبري إلى أن اللجنة قررت تقديم تنويه خاص لفيلم وداع عن المغرب للمخرج نادير مكناج. قررنا منح تنويه خاص لفيلم وداع عن المغرب لجرأته في المعالجة والابتكار والتفرد في السيناريو والأداء الرائع من جميع الممثلين. وفي فئة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة أعلنت صانعة الأفلام هالة العبدالله عن فوز فيلم النادي اللبناني للصواريخ للمخرجين جوانا حاجي توما وخليل جريج بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل. الفيلم بيحكي المغامرة الفضائية اللي جرت بلبنان بالستينات من 1960-1967، وإن في مجموعة طلاب الهايغازيون جامعة الهايغازيون، وبعدين لحقوهم الجيش اللبناني، خبرة من الجيش اللبناني أطلقوا عدة صواريخ كان نسمون أرز من الواحد للثمانية تسعة، وهيدي المغامرة شوي منسية لكن نحن حبينا نرجع نحكي عنها بهالفيلم. وفازت أيضا حنان عبدالله بجائزة أفضل مخرج أفلام وثائقية عربية عن فيلم ظل راجل من مصر. هو طبعا يعني كان في مجهود كبير قوي في الفيلم ده، يعني احنا كنا يعني كرو صغير في الفيلم، فيعني تعبت ناس كتير قوي معايا، مش انا اللي تعبت يعني. وطبعا النساء اللي في الفيلم يعني تعبتهم معايا، انا فضلت وراهم طول الوقت، فيعني بشكرهم جدا وبشكر كل حد اللي ساعدني في الفيلم. وتجاوزت القيمه الاجماليه لجوائز مسابقه الافلام العربيه لهذا العام 440 الف دولار امريكي. شكرا مره كتير لمهرجان الدوحه ولجنه التحكيم، وانا ابغى اهني كل المخرجين اللي معايا في نفس المسابقه، لانه كلكم فايزين، الافلام كلها ممتازة، وكلنا إن شاء الله يكون لنا حضور في المسرح العالمي عن قريب إن شاء الله. شكرا. Thank you very much. مبروك إذن، مبروك لكل المتواجدين، وأفضل طبعا فيلم قصير في جائزة الأفلام. هنا طبعا نحكي أنه المسابقة لأول مرة شهدت مشاركة 27 في مشاركة 27 فيلم، منها 7 أفلام وثائقية و7 أفلام روائية طويلة، فضلا عن 13 فيلم قصير من 10 بلدان عربية، بما في ذلك المشاركة الأولى لكل من قطر والمملكة العربية السعودية. وأذكر أنه إذن فيلم الأول فيلم قصير في جائزة الأفلام القصيرة
كان شو فيلم؟ كان فيلم المنسيون. أكيد جعفر. والله شكل الموضوع لكن مش مشكلة. المنسيون طبعا كان فيلم من الأفلام اللي حازت أيضا على أول أفضل فيلم قصير، وأيضا سوريا وقطر من إخراج إيهاب طربية. أما جائزة التطوير السينمائي فذهبت إلى فيلم حرمة من السعودية من إخراج عهد. والشيء الجميل والخاص في هذا المهرجان هو هذا اللقاء الثقافي بين الأجيال السينمائية المنحدرة من مختلف الثقافات، إلى جانب الجوائز المشجعة على الإبداع مثل التطوير.